اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا مع النشره الجويه. هيئه الارصاد العامه الجويه اعلنت النهارده ان الطقس بالنهار هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، ده بيقلل الاحساس بارتفاع درجات الحراره ونسبه الرطوبه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده هنتعرف عليها من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، النهاردة الجو عامل إزاي؟ يعني إحنا اليوم طبعا بيستمر تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، فبتؤدي طبعا لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل. فبتستمر الاجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى، سواحلنا الشماليه، ايضا محافظات الوجه البحري. شديده الحراره نهارا خلال فتره النهار على محافظات جنوب الصعيد، جنوب شمال الصعيد، وايضا جنوب سيناء. ده طبعا زي ما بنقول خلال فتره النهار ومع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. خلال فترات الليل ايضا هنحس بارتفاع نسب الرطوبه، خاصه مع سرعات الرياح، لان طبعا ما فيش اي سرعات رياح خلال فترات الليل، فبالتالي هنحس بنسب رطوبه اعلى والاجواء المائله للحراره خلال فترات الليل. في بعض الفترات خلال فتره المساء تحديدا بنلاحظ وجود نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، محافظات شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من محافظات الوجه البحري، لكن ما بتستمرش خلال فترات الليل، هي بتكون فقط خلال فترات المساء. نشاط الرياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه على حلايب وشلاتين، يعني سلاسل جبال البحر الاحمر، بالاضافه كمان ان احنا بتتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، دايما مع تكونها في الساعات المتاخره من الليل، يعني الساعه 3 4 الفجر، وتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 6 الصبح تبدا الشبوره المائيه في التلاشي. ايضا فرص الامطار اللي كنا ذكرناها مع حضراتكم بالامس لسه مستمره معانا، لسه في فرص سقوط امطار، او يعني احنا بننوه على حاله من سقوط الامطار على محافظات جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وحلايب وشلاتين، اعتبارا من السبت القادم ان شاء الله. التوزيعات الضغطيه وخرائط الطقس بتشير لوجود فرص سقوط امطار متفاوته الشده، ودي حاجه احنا مش متعودين عليها في الصيف. كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف معاكم على درجات الحرارة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32 25، مطروح 31 24، السلوم 32، سيوة عفوا 39 24، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25، دمياط 33 25، الإسماعيلية 36 24، والسويس 35 24. العريش العظمى فيها 33 والصغرى 24، طابة 36 27، كاترين 34 19، شرم الشيخ 39 30، الغردقة 38 29، الفيوم 37 24، بني سويف 37 24، والمنيا 38 24. أسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 24، سوهاج 39 25، قنا 41 26، الأقصر 42 26، أسوان 42 28، الوادي الجديد 42 25، شلاتين 38 27، أما حلايب العظمى فيها 34 والصغرى 25. دلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع على طول لشاذلي وهدير نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا مان.